النهارده انا عايز منك ايه في ماتلاب؟ الاول هقول له زي ما انت عارف سي ال سي دي كده بتنطف لي الشاشه، بس بنقلب بالعربي سي ال سي، نظف الشاشه وكلير بتنضف لي الذاكره. هنا خلاص مفيش حاجه وهنبتدي على نضيف. ممكن اقول له كل ران اعمل لي سي ال سي سيمي كولون كلير اول كمان سيمي كولون. خلاص احنا اتفقنا ان احنا كتابتنا هتبقى نظيفه، فانا هدي لك مكان الفاي بتاعته بتساوي مثلا 36، الدلتا او الان رقم الايام نقول مثلا 100 يوم مثلا في شهر ابريل ولا حاجه. لو عايز احسب الان دي الدلتا بتاعتها كام، خليني بلاش ان هسميها ان داي، بلاش حاجه بحرف واحد بدل ما تتلخبط مع اندكس ولا حاجة. هنا هقول له دلتا، دلتا هتساوي زي ما اتفقنا 23.45 في ساين دي، واتفقنا المرة اللي فاتت ان دي معناها ان اللي جوه بالديجري. هفتح قوس جوه الساين 284 زائد ان دي بتاعتي، هقفل القوس وهضرب ده في 300 160 واقسمه على 365 وهقفل. هحط سيمي كولون عشان ما يطبعش ويضيع وقت. ممكن برضو بعد كده احسب اوميجا، ان كان انا مش هضطر للكلام ده، انا عايز على طول احسب اوميجا اس. ايه هي اوميجا اس؟ ده وقت الشروق او وقت الغروب، زاويه الزمن بتاعه الشروق او الغروب. اتفقنا كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي مقلوب الكوزين، فاحنا بنسميه كوس دي. بعد كده هنا بكتب له ماينس ما تنساهاش تان دي بتاعت دلتا موبا في تان دي بتاعت فاي. ايه رأيك؟ تعال نعمل رن عشان نتأكد. طبعا اول رن لما هعملها هيقول لي عايز تسميها ايه؟ انا هسميها سبون 2. جربها قبل كده، كنت مجرب حاجه غير دي، في غلطه هي. حد واخد باله ايه هي الغلطه؟ مع ان انا قلت مش هحاول ما اعملش الكلام ده. ايه هي الغلطه؟ القوس بتاع كوساين، انا قفلت القوس بتاع الفاي لما قفلتش القوس بتاع الانفرس كوساين. اهو واعمل واشغل. انا هنا عشان ما حطيتش سيمي كولون لا على رقم اليوم ولا على الاوميجا اس فطلعها لي بالمنظر ده، انما لو حطيت سيمي كولون هيخلي النتيجه جوه الذاكره بتاعته ومش هيطلع لي ومش هيطبع لي اي حاجه. تمام. طب انا هستغل الاوميجا اس دي بايه؟ زي ما اتفقنا ان النهار عندك هيبتدي من اول، هنا نسميها اوميجا بس، هيبتدي من اول اوميجا اس السالب لغايه اوميجا اس بالموجب. انا حطيت اس كابيتال، هو كيس سنسيتيف، لازم اس سمول والا مش هيفهم الكلام ده. ممكن اعمل زي فيكتور ما بين اوميجا اس بالسالب لاوميجا اس بالموجب، واحط في الفيكتور ده اي عدد من نقول له مثلا نقول حاجه صغيره، نقول 20 على 20 خطوه. تمام. تعال نتفرج على الفانكشن دي هتطلع شكلها ايه. يبقى الشروق عندي من ناقص 95 والغروب عند زاويه 95. على فكره بسيطه قوي، لو حبيت تحولها لوقت هتعمل ايه؟ هتقول مقسم الكلام ده على 15 وجمع عليه 12. فطبعا لما هتجمع 12 على رقم بالسالب هيطلع لك حاجه اقل من الظهر، ولما هتجمع 12 دي هتطلع لك بعد الظهر. تمام. نشوف لو انا عايز مثلا اقول له احسب لي الفا، خلاص ده بقى كلام قديم.
الفا اس الفا اس تساوي ايه؟ ساين ساين كوساين كوساين. انا هنا كنت كاتبها اهو، هاخد المعادله بتاعت الفا وبتاعت جاما من حاجه تاني بس عشان اسرع. طبعا دي هتديني غلطه، نجرب الغلطه وبعدين نتعلم منها ولا نشتغل على طول؟ نجرب الغلطه. طلع لي نتيجة غلط، هقول لك بقى اللي حصل. دلوقتي أوميجا بالنسبة لي هي عبارة عن فيكتور، ما هياش رقم واحد. فلما هيجي يعوض هنا ويجي يضرب يجيب كوساين أوميجا، الكوساين دي هتطلع برضو فيكتور. لغاية دلوقتي هو ما حصلوش أي حاجة، لأنه لما يجمع فيكتور يضرب فيكتور في ثابت او يجمعه على ثابت مش هيحصل له اي حاجه، فالايكويشن دي صح. طيب لما يجي يمسك فيكتور ويقسمه على فيكتور، احنا كده ابتدينا نخش في ايه؟ في شغل بتاع ماتريكس. لو انا عايز اعمل اي شغل على ماتريكس، المفروض ان انا بقول له يا اما تشتغل على ماتريكس على طول، يا اما اعمل الاوبريشن بتاعتك دي element by element. يعني ايه element by element؟ يعني اقسم لي الاليمنت الاولاني من دي على الاليمنت الاولاني من دي. انا مش عايز الخبطك، بس تعالى نقول لو انا عندي مثلا الفا اس هنا ده فيكتور، لما هتضربه في ساين فاي ده سكيلر فهيطلع فيكتور، هطرح منه ساين دلتا طلع برضو ده سكيلر فمفيش اي مشكله. لما اجي اقسمه على ديت على كوساين الفا اس ده فيكتور، فلازم اقول له اقسم لي كل واحده من الفيكتور ده على واحده من الفيكتور ده. فعشان بقولها له ازاي؟ بقول له نقطه قبل الاوبريتور. خد بالك هو كان هنا حل الغلط، كان مطلع لك رقم واحد بس، عمل لك اخر واحده بس منهم، او هو اتصرف، بس المهم مطلع لك نتيجه غلط جدا. تعال نشوف لو حبينا نعمل الكلام ده النتيجة يطلع شكلها ازاي. اهو الكلام دوت ده فيكتور وده فيكتور، فهحاول اقول له لما تيجي تضرب في اللي هيطلع من الايكو ساين ايه الاخبار؟ طبعا انت مش عارف حاجة، فانا هقول لك تعالى نعمل بلوت لجاما اس اندرسكور اس مع الفا. احنا هنا مسمينها الفا ايه؟ الفا اس مع بعض، ونخلي البرنامج يشتغل كده. كتبنا حاجه كابيتال وهي سمول، زي ما بقول لك هو كيس سنسيتيف. رسم لي مسار الشمس ماشي ازاي مع طول النهار في البدايه في اليوم ده اللي هو رقمه 100 في السنه، همشي من زاويه ناقص 100 عند الشروق الالفا بصفر، وهطلع لغايه عند الظهر لما الجاما اس هتساوي صفر، هكون اعلى الفا، الشمس هتكون في اعلى اتجاه ليها اللي هو حوالي هيكون في حدود 60 في اليوم دوت، وبعد كده هيبتدي ينزل تاني لغايه ما يحصل الغروب عند ناقص 100 عند زائد 100. تمام، انا هكتفي بالجزء دوت، هوقف التسجيل ونكمل عليه المره الجايه ان شاء الله.